كمال فرويز عشان يكلمنا في الموضوع ده، هو استشاري الطب النفسي. اهلا بيك يا دكتور دكتور. جمال، مساء الخير. اهلا وسهلا يا فندم، مساء اهلا الخير. بحضرتك دكتور. هل ممكن توصل لمرحلة مرضية فعلا مقارنتي بالغير، يعني توصل لمرحلة مرضية انا ابقى مش عارفة اعيش حياتي بشكل سوي واكون طبيعية وافضل بس ابص للحواليا، توصل لدرجة المرض او ده من ضمن الامراض النفسية؟ لا، احنا بنبدا الاول الشخصيه. اي شخصيه بقى، اي انسان يا فندم، بتيجي من 3 عناصر رئيسيه: الوراثه، التربيه في الصغر، الخبرات الحياتيه. الخبرات الحياتيه ازاي ومعاملاتي مع الاخرين، مقارناتي بالاخرين، وانا بتربى وانا صغير الاهل وهم بيربوني بيعلموني الصح والقيم والمثل العليا او بيعلموني غلط، ده في الاخر بيفرز معايا انسان او الشخصيه بتاعت اي انسان. ايوه، لكن دكتور جمال، هو دلوقتي احنا كنا بنتكلم لسه على الاطفال، لما في التربيه لو في الام او الاب عمل تفرقه مقارنة. بينهم، ان في مقارنه، اخوك احسن منك، انت فاشل، اخوك احسن منك، اخوك متفوق اكتر منك، بيجيب درجات احسن هيكره منك، اخويا فندم، اعتقد ده هيدمره نفسيا، هيحصل كره بينهم. هيحصل كراهيه بين الاخوات، دي حاجه، الى جانب الضغط النفسي الشديد اللي بيتعرض ليه الطفل او المراهق. احنا يمكن بنخاف من الاطفال عشان الشخصيه بتاعتهم هي لسه ما اكتملتش، وبنخاف من المراهقين ان فتره المراهقه مع اي ضغوط قد يلجا الى بعض التصرفات المعيبه ليه او المشينه لينا كاسره، او قد يلجا اسف للانتحار لما بنعمل مقارنات. نعم بالظبط، خصوصا في السنوات اللي هي بنسميها سنوات الضغط، زي الثانويه العامه مثلا، بنت خالتك، بنت عمك، ابن عمتك، ابن خالتك، كل ده يمثل ضغط على المراهق. يعني حتى لو هو حابب المذاكره او حابب ان هو يجتهد هيكرهها فعلا، لان المقارنه خلاص هو بدا من المقارنه حاسس ان هو ناقص، في حاجه ناقصه، وان هو هيكره الشخص الثاني كمان، ان يعني في شخص هيتكره بالظبط بدون اي ذنب ليه، ان احنا مجرد ان احنا قعدنا نقول له فلان او فلانه، علان، علانه، ده بيسبب نوع من الكراهيه ليه. هو بيتكلم على ابن عمه او ابن خالته او ما شابه، بيتكلم عليه باسلوب قد يكون غير لائق، بسبب ان الاسره دائما بتحط مقارنات في غير موضوعها تماما. احنا دائما كل انسان جمهوريه مستقله في شخصيته، خلوا كل انسان يطلع بطبيعته بقدراته بامكانياته، خلوه دايما يبص لطموحاته بقدر امكانياته، هينجح في حياته. بالظبط. طيب دكتور جمال، عايز اسال حضرتك سؤال اخير قبل ما نشكر حضرتك. هل المقارنات دي يعني بتبقى جزء من تكوين الرجل اكتر ولا جزء من تكوين الست اكتر؟ يعني هي بتبقى طبيعه في مين ومشهوده في مين اكتر؟ لا، هي المقارنات عند الجنس اللطيف بتبقى يمكن اكثر شويه من تاثيرها عليهم اكثر من الولاد. هل ده نابع من ان احنا ممكن نكون بنركز في التفاصيل اكتر، ولا هو ده طبعنا يا فندم؟ لا، البنات التركيبه الهرمونيه بتاعتهم وميلها الى الضغوط بتبقى اكثر من الذكور، دي تركيبه هرمونيه غصب عنهم مش بطبيعتهم. ولكن التركيز، احنا دايما بنقول ان السيدات عندهم نقطه التركيز في المخ مضاعف عن الرجاله 16 مره. يعني الست قد الراجل 16 مره في التركيز. فدائما يعني لو دخلنا فرح 2 رجاله، الست بتبقى جايبه التفاصيل كلها يا دكتور، جايبه تفاصيل القاعه كلها من اي تو زد. الرجاله ممكن ما خدش بالها حتى مين اللي موجود، ودي مش معناه ان الراجل مش مركز، لا، هي دي امكانياته وقدراته، ودي امكانيات الست وقدراتها. فبالتالي هي امكانياتها حتى في المقارنات بتبقى اصعب كتير جدا فعلا من الراجل. عندنا موضوع التركيز ده كتير. طب في الاخر كده، في جمله يا دكتور، هل نقدر نعتبره مرض ولا لا؟ لا، اضطراب في الشخصيه، يبقى اضطراب يا فندم. اضطراب في الشخصيه مستوى المرض، ان المرض ده شيء عضوي في المخ، لازم يكون عنده الجينات الوراثيه بتاعته. طب هل له علاج؟ طبعا يا فندم. اللي هو؟ الاضطراب ده لا، هو علاج لو احنا خدناه بالصوره السليمه وراح للطبيب النفسي بسرعه، لا، نلحق نغيره ونعدله الى الصوره السويه اللي نتمناها للاخر. تمام، نشكر حضرتك شكرا جزيلا عبر